من موقعنا كصحفيين أشواق توصلنا بعدة رسائل من ساكنة قرية الشمس العليا يشتكون بعدم وجود مياه الصرف الصحي، وهذا ما يؤدي بانتشار عدة أمراض كالحساسية والربو إلى آخره من أمراض أخرى. هذا تشارك ديال الأمراض ضروري، فهمتي؟ ضروري الأمراض. الناس راه مكرشة زعما من ناحية الواد مكرشة، وزيد كيجي في الانتخابات كيف يقولون الهضرة كذا، هضرة مزيفة وصافي وكذا، باش مصلحته وصافي هو باش ينجح ويطلع، ما كاين والو. وتقريبا أنا سكنت تقريبا من 2000 كاينش واضحة، ما كاينش نهائيا. الناس مقاده بلانات هنايا، هو مقاد ديال البلانات، الناس كيبنوا هنايا، ولكن الواد ما كاينش والو، ما حتى كتشوف. وكنطلب من المسؤولين يديروا لنا حل وصافي، كنت حنا عندنا الواد وكون الاصدقاء من الصين ولا فيهم. كيجي شي كاميو هنا، كيجي كاميو ديال الاراضيس، ديال الاراضيس تطهير. الوقت ديما معطل، هو كيتعطل. انا تقريبا 3 شهور خصك تدور معاه، دور معاه باش يجي، عطيه ترشوي باش يجيك، وانا عادي يجيك. هو هذوك الامر هذا من عينيا، من كل شيء، هذا الريحه قذاتني. ودابا الوضع حار، باش دخل هنا انا باش شريت هذا العام، جي باش شريت هنا 16 عام. بالرغم من تأديتهم كل الواجبات، لا يزال انعدام وجود شخص مسؤول للحد من هذه الآفة، وهذا قد يتسبب للساكنة في عدة أمراض. هو راه عايشين هاد العيشة خويا، ماشي بحال بني آدم. هاد الناس هادو راه تبناو الديور من ورانا وصابوا لهم واحد الحاجة تشوف. أنا خويا راه مطلبنا منهم حتى حاجة، جا تشوف هاد الدري المسكين واش دارت ليه شنيه ولا. حتى كتشوف الحال، حنا راه كنعانوا. حاشاكم الطواليط العمرات، خاصك دوموندي على شهر لبيت تخوى. خويا شو هاد الحال هذا؟ أصور خويا هاد الحال، حنا مطلبنا من هاد الناس والو، صايبوا لنا هاد البرد الحار، نعيشوا حتى حنا بحال بني آدم أخويا. بين حتى حاجه حتى حنا كملنا كاع عمر الطواليطات كيطلع يفايد داكشي خاص لينا، ما كيجوش ما كيجوش بزاف. تتش تعيط عليا وما يقول لك سير تتعمر تعاود ثاني تفيد، يقول لك سير تتعمر. دابا المشكل هذاك السيد اللي صوتنا عليه ذاك العام، ما عمرناش من ذاك العام حتى يجي العام الاخر وغنشوفوه ثاني وغنوروه. وكنطلب من المسؤولين يجي يشوفوها في المصيبه الكحله اللي فينا هنا، راه فينا. ما طلبنا منهم حتى شي حاجه اخرى، ما بغيناهم يخدمونا، ما بغينا منهم ولا حاجه. هذا الزبل اللي كنشوف مع الدراري الصغار، مع الدراري الصغار راهم كاملين عامرين، كاملين مضرنين، كاملين عامرين حب. الطواليطات عامرين علينا وعامرهم طواليط 10 الخطرات كنمشي ليهم، كيقول لك سير تلحق 3 شهر، وثلاث شهر بنتي عندها 23 عام كتمشي لها عندك الباب وتريح. كرفسين اصاحبي، كانت كرفيس لواد حار وتكرفيس وهادشي ديال شني ولا كرفسان. وبعد كنعاودو غادي نقول لك الواد حار، وكنمشيو للاراضيس مازلت الا مشينا اليوم واحد الشهر اللي يصيفطوا علينا. وراك نطلبوا الواد حار ان شاء الله، ربي يصابوا علينا هاد الناس هادو، راه ما كيديرين حتى قانون، كيخلصوا الماء والضو ديما وكلشي هادشي. وحنا راه عايشين في هاد الحالة هنا، ودابا ولد كبير كان وحده في الواد حار هنا، الما ديال الزبير وداك الشيء، وهنا الزبير هنايا. خويا ما كاينش، انت تعيط على الكاميو والو، ما كاينش اللي تيجي خويا اللي يقول لي فيك تصوت. تصورت شهرين 3 شهور تيجوا عند غير الضياف بعض المرات، تولي تعمى الناس، كتخرج الناس مع عندكم يمشوا عند واحد اخر يريح عنده. وهادشي راه خويا راه عيب، هادشي اللي بغينا حنا، بغينا معاك قادوا لنا الحاله وشوف انت الحاله كيف داير. وهادشي راه صوبتو انا هادشي هذا، وفينا هو؟ هادشي انا اللي قادين حنا من الخالص ديالنا والداخل والله. وما دايروا معنا حتى شي حل، هما مازالوا ما كيدوزوا بكاميوات يفرقعوا لنا في الدروبه هنايا وكذا، وهادشي راه عادي والداخل. ومن خلال لقائنا بالساكنه، يوقعون من الضروري عند تبليغ شركه راديس ان يتم افراغ مخلفات مياه الصرف الصحي، يجب عليهم ان يدفعوا قدرا مالي. وعند تبليغ هذه الشركه وعدم دفع ما يسمى بالقهوه، يجب عليهم الانتظار فتره زمنيه قد تصل إلى 60 يوما أو أكثر، وهذا ما يؤدي بالساكنة إلى إفراغ مخلفاتهم بأنفسهم. وقد حتى أحد الساكنة أنه قد تسبب هذا لابنته بالحساسية والربو، ومن هنا تطالب الساكنة بمراجعة الأوراق لهذه المنطقة. ومن هنا نستنتج أن مسؤول هذه المنطقة الغير الحاضر بثاثا، وإن كان حضوره فذلك لسبب الانتخابات. خويا من نهار قالنا وحنا عايشين في هذه البيئه بحال هكايا، واد الحار ما كاينش، خلصوا الضو وخلصوا الماء،
الطواليطات حفار هذا غير وتك تهود عندهم البلديه كتقول لهم الكاميه ديال الطواليط الكاميه كتقول لك ديما خاسر وعرش هو كدور تما صح منسيه مش مسؤول داير كل شيء خالص هو الحار خالص خلصوا لما كنخلصوا الضوء لكن منسيين صاحبي قدر فهمت بنادم مرض حساسيه شي حاجه راه عيب عليهم وتشاقوه المشكل عندنا هو المشكل على الوضع الحار هو اللي ما عندناش وهاد الشوانط كان يتصايبوا رانا مكرفصين فيهم بزاف انت غتشوف راه هاد الويدان وهاد الصروبه وهاد السيد الزبل تا هو كيقيسوه هنا حدانا ما كي يجوش يردوا لي البال ما كاينين بيتهم غير يجي ويصيبوا لينا الواد الحار ضروري الواد الحار ويجوا يعودوا مراقبه ديال الزبل ما يخلوش المواطنين يقيسوا علينا هاد السيد الزبل وهذا الشيء وكنلعب كوره كدير لينا كطيح في الغايس والنامو انا باغي هاد الشيء حي هاد الشيء ما باغيش انا هاد الشيء يبقاو الواد الحار ديروا لينا واد الحار ديروا قواعد تحت الارض حفره كنت مرضنا بزاف الوالده مسكينه مرضات الدراري الصغار كيلعبوا فيه كيهزوا الحجر وكيطيح الدار ديك الحفر حفره ديال الطواليت هذا جوج درك ها واحد راه بولا خاصك دير السلف دير لها طلب باش قدام الدار درك بحال هذاك دير لها السلف راه فين هي باش جات عندك حنا درك اللي بنجيبو هنا خاصك دير لها طلب باش جا عندك تخلص على شي واحد النسب السلف يديروا ما عندناش شي حل تا هما يدوزوا الواد الحار تا هما الناس راه عندهم ولاد صغار بزاف الحوايج بنادرام مقلقه نكذبوا وحنا راه مقلقين وزادونا عاوتاني بهذا القلق ليه الله.